الهنا والجمال عليكم، وصباح التفاؤل وصباح الابتسامه وصباح حسن الظن بالله. اهلا بيكم في حلقه جديده من بلد يوكا المعنونه على شبكه قنوات بي ان سي وبالاخص بي ان سي فود. اهلا بيكم في يوم جديد مع وصفات جديده مع محافظه جديده. ان شاء الله نعمل النهارده وصفاتها زي ما هم ما بيعملوها بالظبط. النهارده معانا محافظه ايه؟ معانا محافظه دمياط. احلى تحيه واحلى صباح على اهل دمياط حبايبي، في حبايب كتير قوي من دمياط بصبح عليهم وببعت لهم احلى تحيه. النهارده هنعمل ايه من دمياط؟ هنعمل البط بالمرته، مرته مش مرته، البط بالمرته، وهنشوف المرته دي عباره عن ايه وبتتعمل ازاي على اصولها، وهنعمل ان شاء الله كمان الهريسه الدمياطي، وباذن الله هنعمل المشبك الدمياطي كمان. طيب هنبدا بسم الله الرحمن الرحيم كده ونصلي على النبي في قلبنا ونشوف هنعمل البط بالمرته ازاي. كان في اختلاف من شويه كده في الاستوديو بيقولوا ايه هي المرطه، قلت لهم المرطه حاجه والمرطه حاجه تانيه. المرطه دي لما بنيجي نسيح سمنه بلدي وبنبدا نوطي عليها النار خالص مع رشه الملح بتاعتها، بنبدا نهدي النار عليها بتبدا تتركز، بيفضل في الارض حاجه كده محببه بتبقى حادقه، دي اسمها مرطه. المرطه دي اللي بتطلع من السمنه البلدي لما بنسيحها. لكن المرطه اللي هي بتاعه البط الدمياطي دي عباره عن كميه بصل كتيره بتتعمل بطريقه معينه وبيتحشي بيها البطايه، ده اسمه بط دمياطي بالمرته. وتعالوا نشوف اصولها بتبقى عامله ازاي ومقاديرنا هتنزل على الشاشه. مقادير سهله وبسيطه جدا كلها موجوده في اي بيت، يا دوب بس نجيب البطايه من بره. عندي ايه في المقادير بتاعتنا او قبل ما نعمل المقادير؟ عندي طاسه او حله زي ما انتوا هتستخدموا تسخن على النار، عشان مجرد ما انزل البصلايه اهم حاجه تكون النار واطيه. ليه واطيه او هاديه خالص؟ ليه؟ انا مش عايزه البصلايه تتحمر، انا عايزاها تدبل خالص وتستوي معايا بس على نار هاديه من غير ما لونها ولا يغمق محمر ولا يبقى بني. طيب تعالوا نشوف المقادير بتاعتنا بتقول ايه. مقاديري بتقول ان احنا معانا بطايه وزن اقل حاجه وزن 2.5 كيلو، وكل ما البطايه كانت صغيره كل ما خدتش وقت في السلق بتاعها او في تسويتها، كل ما كان لحمها من جوه تحسه ان هو طري وناعم، بياخد ويدي كده. في بطايه كده تيجوا تاكلوها، طبعا اهم حته في البطايه لما بيجوا ياكلوا بياكلوا الصدر بتاع البطايه، تمام؟ يبقى ممكن يبقى محمل وتقيل ومليانه لحم، بس لما تيجوا تاكلوها مهما تسووا تلاقوها ناشفه، بتشد، حتى لو مستويه قوي تحسوا ان القطمه من اللحم بتاع الصدر بيقف في الزر وبيشرق، علشان كده البطايه كبيره في السن. لكن لما بتبقى او وزنها كبير، لكن لما بتبقى 2.5 كيلو بتبقى صغيره، ما تاخدش وقت في التسويه، بيبقى لحمها صغير، بيبقى كمان طعمها طري، يا دوب نص ساعه، ساعه الا ربع قوي بالكتير في النار، او اقل من ساعه الا ربع كمان لو هتسوي لو هتكملي تسويتها في الفرن، وتلاقي الطعم بتاعها طري من جوه، تمام؟ يبقى البطايه يفضل ان هي تكون وزنها مش اقل من 2.5 كيلو ومش اكتر من كده. طيب عايزين ايه كمان؟ هقول لكم المقادير بتاعتنا وبعدين نشوف هنغسل البطايه ازاي عشان ناخد منها لحم كويس. معايا كيلو بصل متقطع او ازيد، كيلو كيلو ونص بصل متقطع بالشكل ده، ما يبقاش مفروم في المفرمه ناعم او مبشور. لو مفروم في المفرمه ناعم او مبشور لما يجي يستوي ونيجي نحشي بيه البطايه مش هيدينا النتيجه المطلوبه، فلازم يبقى متقطع بالسكينه بالشكل ده. معلقتين كبار سمنه، معايا زيت سندباد، معايا حبهان لورا بودر، مستكه، كمون وملح وفلفل اسود. ده اللي معايا البطايه، او ده لتسويتها وسلقها. طيب هاجي دلوقتي انا خلاص سلقت البطايه وحشيتها بالمرطه بتاعتها، عايزه بقى احطها في الفرن كده تاخد شكل حلو، يا بتحمريها في معلقه سمنه يا بعمل لها خلطه انا من بره كده اهوت عشان وديها شكل مختلف، واروح احطها في تحت الشوايه دوب تاخد لون جميل. ايه الخلطه بتاعتي دي؟ بتبقى عباره عن معلقتين صلصه طماطم، وبحط معاها يا اما معلقه دبس رمان يا اما معلقه عسل اسود مع معلقه زيت. معلقتين صلصه طماطم مع معلقتين عسل اسود ومع شويه زيت وملح وفلفل اسود، بس ما بحطش اكتر من كده. لو حطيت صلصه الطماطم مع الزيت بس تحاولوا بقدر الامكان ما تزودوش الزيت. ليه؟ لو زودنا الزيت مع الصلصه واحنا بندهن البطايه هتبقى التتبيله او الدهان خفيف وهتلاقوه بيتزحلق من على البطايه. لازم التتبيله اللي هتدهنوا بيها تبقى تقيله عشان تمسك في البطايه وتاخد اللون الحلو اللي احنا عايزينه. طيب تمام، نيجي بقى لغسيل البطايه. بنمسكها نغسلها كويس جدا بالدقيق من جوه على الناشف خالص، وبسيبها حوالي ربع ساعه وهي منقوعه في الدقيق الناشف من جوه بايديا كده من جوه من بره، وبسيبها نص ساعه. بعد نص ساعه ديت بشطف كل الدقيق اللي جوه ده كله علشان ياخد كل زفاره فيها. واهم حاجه خلوا بالكم ان صدر البطايه في الدلوع بتاعته كده بيبقى في حاجه اسمها الفشه، دي لازم تتشال ويتنضف مكانها كويس قوي عشان ما نحسش بزفاره ولا في الشوربه ولا في طعم البطايه. طيب شطفناها مره واثنين وثلاثه، اخر مره ديت بحط في الميه ايه؟ بحط شويه خل صغيرين خالص ما يسكروش، يا دوب بس ياخدوا كمان الزفاره والشوربه
اشوفها تاني. ما بحطش ليمون، الليمون بحس ان هو بيغمق جلد البطايه وبينشفها، علشان كده ما بحطش ليمون. طيب غسلنا البطايه وتمام وزي الفل، نيجي بقى دلوقتي هنعمل ايه؟ نبدا بقى شغل كده، غسلنا البطايه، خرطنا البصل بتاعنا، وحضرنا مقاديرنا، نيجي بقى كده نشتغل. عندي حله الاول على النار حاطه فيها ميه علشان تغلي معايا، عشان اسلق فيها البطايه. هحط فيها ايه؟ هحط فيها لورا وحبهان ومستكه بالشكل ده كده، اكتر من كده مش عايزه، واروح مغطيه عليها واسيبها تغلي براحتها. طيب على ما تغلي اروح عامله ايه؟ هعمل المرطه بتاعتنا، وعلى ما تتعمل المرطه بتاعتنا اكون تبلت البطايه، وهنشوف هنعملها ازاي عشان ناكل بطايه ما ننساهاش طول عمرنا. طيب نبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم، ونسمي على النبي في قلبنا. بسم الله، اهي السمنه، اهي ادي السمنه، بسم الله. النار بتاعتنا هاديه، مش عاليه، وانزل عليها بالبصل. بصوا البصل، ما تستكتروش البصل ده، البصل ده لما يدبل معانا هتلاقوا ان هو بقى كميه اقل. المفروض ان الكميه بتاعت البصل دي هيتحشي بيها البطايه كلها، فما تستكتروش كميه البصل، هتدبل معانا وتطرى خالص. طيب بالشكل ده كده هروح حط عليها الملح عشان تدبل بسرعه، انا مش عايزاها تتحمر. بالشكل ده، ادي فلفل اسود، وادي الكمون بتاعنا، ملح وفلفل اسود وكمون، مش عايزه اكتر من كده في التتبيله. واسيبها بقى تنزل الميه بتاعتها، طبعا هي على نار هاديه، واقلب فيها كل شويه لحد ما تدبل خالص، وهوريكم شكلها هيكون عامل ازاي. واصبح على ام عمرو واقول لها صباح الهنا. صباح الفل على احلى نونة حبيبه قلبي. ازيك يا مدام نادي، اخبارك ايه؟ وحشاني والله حبيبتي. وحشاني كتير، يعني الحظ مش بيساعدني ان انا اتصل عليك يا حبيبتي. تسلمي لي، ما تحرمش منك يا رب، تسلمي لي. تسلم ايدك، سلم عمرك، وبسمتك وكل حاجه جميله بتعمليها، ما تحرمش منك. كنت عامله الحلقه الاسكندراني اكنك قاعده معانا في بحري حبيبتي، ما تحرمش منك، دي شهاده اعتز بيها. لا والله تسلم ايدك وتعبك يا نونة والله. سلم عمرك يا رب، ما تحرمش. بتقفي يعني بتدي للمشاهد حقه بحقيقي، يعني تسلمي لي، تسلمي لي حبيبتي، ما تحرمش منك. ربنا يفرح قلبك باولادك ونجاح فرح، اسمها فرح ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. حبيبتي ما تحرمش منك يا ام عمرو، صباحك هنا وسعاده، نورتيني باتصالك. بصوا كده البطايه مغسوله كويس قوي. بعمل ايه قبل ما ابدا ان انا اتبلها؟ بمسك منديل اللي هم بتوع المطبخ، وابدا انشف البطايه خالص من جوه ومن بره، مش عايزه فيها اي ميه من الغسيل بتاعها. بالشكل ده كده كده، تمام تمام. طيب نبدا بعد كده نعمل ايه؟ انا مش عايزه انسى المرطه بتاعتنا اللي على النار، تبلناها ملح وفلفل اسود وكمون. بالشكل ده كده. طيب باجي هنا كده بحرف صباعي كده، وببدا هفتح بالراحه. بصوا بالراحه خالص علشان ما يتقطعش معايا، للاسف فتحت مني. ماشي، طيب تمام، نشتغل بالراحه. يا اما لو خايفين ان هي تعمل زي ما عملت معايا كده، بطرف سكينه تكون حاميه، ونبدا ان احنا نفتح بالراحه خالص. بصوا بصوا بالشكل ده كده، اهي صوابع اهي تحت الجلد اهي كده. واصبح على ام عبير واقول لها صباح الفل يا ام عبير. ازيك يا شفانون؟ ازاي حضرتك، عامله ايه، اخبارك ايه؟ عامله الحمد لله بخير، ما تحرمش مني. الحمد لله بخير، تسلمي لي. الله يخليك، تسلمي لي. صباحك هنا وسعاده حبيبتي، ما تحرمش منك يا رب، تسلمي لي. الله يخليك، تسلمي لي حبيبتي، نورتيني. مع الف سلامه، صباحك هنا وسعاده حبيبتي، حرمش منك يا رب. بصوا بقى كده عملت ايه. انا جبت عصير ليمونتين ثلاثة كبار كده، ورحت حط عليهم معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ورشة الملح. هعمل بيهم ايه؟ هتبل بيهم، مش يعتبر مش نوع من التتبيلة، بس انا عايزة اطعم البطاية من جوه، وفي نفس الوقت لما اجي احشيها بالمرطة بتاعتنا ما احسش برضو ان فيها زفر. بصوا هعمل كده وامشي بايديا من تحت الجلد كده،
بالشكل ده، ومن جوه أمشي الليمون والفلفل فيها من كل حتة. بالشكل ده كده. اهم حاجه كمان قاطعين الحته بتاعت الجناح، عشان حته الجناح دي برضو بتدي زفاره، ومش في البط بس، لا نعملها في البط وفي الفراخ بس. وادهن من كل ناحيه كده. احاول على قد ما اقدر افتح كده عشان يوصل لجوه وتبقى اللحم بتاعنا كله الطعم ونضيفه زي الفل. بالشكل ده كده تبلناها بالملح البسيط والليمون والفلفل الاسود، وهركنها شويه على جنب في التتبيله بتاعتها دي لحد ما تدبل معانا المرطه بتاعتنا وتوصل لدرجه التسويه اللي انا عايزاها. ولحد ما توصل لدرجه التسويه اللي انا عايزاها، بصوا بتدبل خالص اهي، مش عايزه البصلايه ولا تتحمر ولا تاخد لون، انا عايزاها تدبل خالص. على ما تدبل معانا اكون طلعت فاصل، ونرجع من الفاصل تكون دبلت معانا ان شاء الله على طول، ونرجع نحشي البطايه بتاعتنا ونشوف هنعمل فيها ايه كمان احلى بطايه دمياطي. صباحكم هنا وسعاده يا رب. استنوني بعد الفاصل، اوعوا تروحوا في اي حته. رجعنا من الفاصل. في الفاصل كل ده بقلب في المرطة بتاعتنا، بص شكلها بقى عامل ازاي. شفتوا كمية البصل الكبيرة لما دبلت معانا بقت عاملة ازاي؟ دبلت اهي. انا بقى هكتفي بكده، هي المفروض بتستوي اكتر من كده، بس بصراحة انا لما سويتها قبل كده يعني اكتر من كده وحطيتها سلقتها وجيت بعد كده اكلها، حسيت ان هي من جوه دايبة، ما حسيتش بان البصل ماسك نفسه، فحسيت ان البصل مبشور او مطحون خالص او ناعم قوي. فانا بصوا كده هسيبه بالشكل ده على كمان ما يتحط في الميه يستوي مع سلق البطايه، يبقى يا دوب حلو قوي، هيوصل لدرجه تبقى واضحه جوه البطايه وفي نفس الوقت تبقى ماسكه نفسها. طيب انا تبلتها ملح وفلفل اسود وكمون، هكتفي بكده ونبدا بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده نحشي البطايه. على ما نيجي نحشي البطايه هروح حاطه صينيه على النار تسخن معايا، علشان مجرد ما احشي البطايه واقفلها هدي البطايه صدمه قبل ما تتسلق، هديها صدمه قبل ما نحطها تتسلق، وهسلقها تلات ارباع سلقه عشان انا عايزه احطها في الفرن تاخد باقي تسويتها عشان تطلع لي باللون الجميل اللي ان شاء الله هتشوفوه. ما عملتش نسخه من البطايه وحبيت ان كلها تتعمل معانا واحنا شغالين. طيب نبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. انا هحطه في حاجه غير ده علشان الحراره بتاعته تهدى شويه. بسم الله، ريحتها هايله، ملح وفلفل اسود وكمون، ما نحطش اكتر من كده، مع معلقتين السمنه وشكله في منتهى الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. انا فتحت هنا كده، ده انا هحشيه وهحشي البطايه من جوه، وبعد كده نشوف هنقفل ازاي. نصفي كده وصبح على ام اسلام واقول لها صباح الفل. لي احلى ورده بلد حبيبتي، ما تحرمش منك، تسلميلي. صباح القشطه. صباح الهنا، عامله ايه؟ عايز اقول لك كلمتين كده بالبلدي. قولي لي، ده احلى، ما هو فيش احلى من البلدي، اموريني. زعلانه جدا، هم قطعوني عن خط من اول ما الحلقه بدات. حقك عليا، ويعلم ربنا ما بنامش قبل ما اشوفك. ما تحرمش منك، حقك عليا، حقك عليا، معلش. الله يخليك تعيشي. تسلمي. عايز اقول لك يا ام فرح، يديم عليك النعمه يا رب. والفرح يا رب، اللهم امين. زياره الحبيب يا رب، قلبك انشرح يا رب، احنا كل مشتاق يا رب. رب ما تحرمش منك يا رب، وهنيجي كده بنجاح بنت الفرح. ربنا يخليك يا حبيبتي، يديم عليك الصحه والسعاده يا رب، احنا وكل ما خلق يا رب، اللهم امين. ما تحرمش منك حبيبتي، ما تحرمش منك، وما تحرمش من صباحك ولا كلامك اللي زي الفل، اللي يعني يخلي الواحد كده يكمل يومه وهو مش شايل هم اي حاجه خالص. صباحك هنا وسعاده حبيبتي، يجعل ايامك كلها خير وبركه يا رب. بصوا كده حشيت اللي احنا فتحناه من هنا، قدرنا ان احنا نفتح للاخر ما فيهاش مشكله، بس اهو ماشي ده شغال برضو. وناخد كل البصل ونبدا بقى ايه نحشي كده لجوه وندخل لاخر البطايه
ريحته هايله، جربوه والله ومش هتندموا، ما شاء الله عليهم الضميطه يعني متوصيين بحته البط دي وخادمينه كويس قوي. بصراحه انا بحب الاكله اللي تبقى مخدومه. يعني ايه تبقى مخدومه؟ يعني تبقى معموله صح بالشكل ده كده. نحط كل المرتة بتاعتنا في البطاية، ما نسيبش منها حاجة، ونبدأ بقى نقفل البطاية بتاعتنا. الصينية بتاعتنا سخنة على النار، هنبدأ نقفل بإيه؟ هبدأ أقفل بعيدان خلة. طيب عايزة تخيطيها ما فيهاش مشكلة، بس أنا بحب حتة إن البطاية لما بتتخيط بقى ونيجي نعملها بخيط ونيجي نحطها ساعة الأكل كده ويبقى الخيط موجود، أو حتى لو شلتيه قبل ما تتقدم. لا بس هي الخيط الخلة هتبقى أسهل لك. نيجي بقى كده نفتح الخلة بتاعتنا اهي، وناخد كده نقفل، نقفل من فوق من عند الرقبة علشان لما نحطها في مية السلق ما تتفتحش مننا. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهي، لكننا بنخيط كده ونقفلها خالص. نيجي كده 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 قفلنا من فوق. نيجي بقى من هنا نمسك ده كده، ونيجي من ده كده، لحد ما تتقفل كلها عشان نبقى ضامنين ان هي مش هتطلع لنا اي حاجة من المرتة بتاعتنا. عندي الصينية بتسخن على النار عشان ادي صدمية للبطة قبل ما احطها تتسلق. مية السلق فيها ايه؟ يا دوب مية سخنة او سبتها تغلي على النار، فيها لورة وحبهان ومستكها. وصبح على جاسمين وقول لها صباح الفل يا جاسمين. صباح الخير. صباح الهنا والجمال على عيونك، عامله ايه؟ الحمد لله، انا بحبك قوي. ما تحرمش منك حبيبتي، تسلمي لي، وانا كمان بحبك قوي. وانا برضه. عامله ايه؟ طمنيني عليك، انت كويسه؟ الحمد لله. يا رب دايما تكوني بخير. مين اللي بيصرخ جنبك ده يا جاسمين؟ دي اختي. ربنا يبارك لك فيها، اسمها ايه قولي لي؟ اسمها سما. اسمها ايه؟ سلمى. سلمى، عشت الاسامي يا سلمى. قولي لي يا جاسمين، ليكي اي طلبات؟ لا شكرا. ماشي حبيبتي، تأمريني باي حاجه ونورتيني. بصوا كده عملت ايه. واحده من الناس ما بحبش ان انا اقدم البطايه بتاعتنا تبقى عامله كده، بروح عامله كده واجي هنا استني كده اهي، واروح كده، واروح لما على طول. ماشي اوكي، تعالي هنا اهو، ولمها كده، وابدا ان انا الف علشان حلفه ما تتكتف. تقول لها انت طيب بالشكل ده كده، وابدا ان انا الف كده علشان لما اجي حتى تتسلق واجي احطها في الفرن واجي اقدمها يبقى شكلها كويس، ما تبقاش بالشكل اللي هي كانت فيه ده. طيب كده البطايه بتاعتنا اتحشت وتمام وزي الفل. عندي على النار قلت لكم الصينيه بتسخن عشان انا عايزه ادي صدمه للبطايه قبل ما تتسلق، وعندي هنا الميه بتاعتنا. اصبح على امان واقول لها صباح الفل يا امان. صباح الهنا، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. يا رب دايما. ربنا يخليكي. عايزه تسلم. عايزه طريقه الكريب. الكريب عيوني الاثنين، حاضر. ليك اي طلبات تانية؟ لا شكرا. تسلمي لي حبيبتي، نورتيني باتصالك. عيوني الاثنين يا امين، نورتيني. ماشي. تسلمي لي حبيبتي، مع الف سلامه، يومك كله خير وبركه ان شاء الله. بصوا بقى كده، نفتح حبه الزيت بتوع سندباد ونحطهم
في الصينيه اللي احنا سايبينها بتسخن بقالها شويه. بسم الله كده. ودول اللي هندي فيهم صدمه للبطايه قبل ما تتسلق. بسم الله. بصوا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبح على ايه واقول لها صباح الفل يا ايه. صباح النور عليك يا شيخ. صباح الهنا والجمال على عيونك حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله يا رب دايما. قولي لي، ليكي اي طلبات يا ايه؟ لا انا بحبك جدا حبيبتي، ما تحرمش منك يا رب. تسلمي لي. عندك كام سنه قولي لي؟ عندي 12 سنه. ما شاء الله عليكي. بتخشي المطبخ ولا لا؟ بتعملي حاجات مع ماما؟ تسلم ايدك حبيبتي، تسلم ايدك وصحتين وعافيه على قلبك يا رب. الله يخليك يا رب. تسلمي. مفيش اي طلبات؟ طريقه المكرونه بالبشاميل. عيوني الاثنين. حاضر، بس كده تأمريني. احلى صينيه مكرونه بالبشاميل عشان خاطر عيوني. نورتيني حبيبتي باتصال. بصوا كده واقلب على الناحيه الثانيه. انا كده بعمل ايه؟ بقفل المسام بتاعه البطايه قبل ما تتسلق بالشكل ده، وكده كمان مش هتاخد معانا وقت في التسويه. الميه بس بتاعتنا تغلي، واصبح على ام محمد واقول لها صباح الفل. شكرا يا ام محمد، وحاولي تكلميني مره تانيه. تاخد الصدمه، تكون الميه بتاعتنا غليت، نحطها في الميه حوالي نص ساعه بالظبط. ليه نص ساعة؟ بنعرف ان او بنسمع ان البط اكتر لحم او اكتر نوع طيور بياخد تسوية. طيب احنا ليه قايلين ان هي نص ساعة؟ اولا البطاية بتاعتنا صغيرة 2.5 كيلو، مش هتاخد وقت في التسوية. اديناها صدمة برضو مش هتاخد وقت في التسوية. لما ننزلها في المية المغلية على طول ده برضو مش هيديها وقت في التسوية. وبعدين انا مش عايزاها سوى كامل، انا عايزاها 3/4 سوى، عشان لما تطلع من السلق هعمل لها الدهان الخليط بتاعنا الحلو ده، عشان ادخلها تحت الشوايه بقى او في الفرن تاخد الشكل واللون الجميل اللي احنا عايزينه. هطلع فاصل، نرجع من الفاصل نعمل بقيه وصفاتنا، نرجع نعمل الهريسه الدمياطي على اصولها، ونكمل بقيه البط الدمياطي بالمرتة. اوعوا تروحوا في اي حته ومستنيكم. رجعنا من الفاصل. عملت ايه في الفاصل؟ كانت الميه بتاعتنا غليت ورحنا حاطين فيها البطايه بتاعتنا. حاطين ايه في الميه؟ لورا وحبهان ومستكه، مش حاطه اكتر من كده، شويه كده. وراح حاطه شويه الملح بتوعنا ورشه بسيطه من الفلفل الاسود، عشان انا مش عايزه البطايه بتاعتنا تغمق. طيب هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ هنعمل الهريسه الدمياطي على اصولها، وهنشوف بتتعمل ازاي، والتكات بتاعتها لازم تكون عامله ازاي عشان تطلع معانا زي الكتاب ما بيقول بالظبط، وزي الضمايطه ما بيقولوا. طيب مقاديرنا هتنزل على الشاشه، ومقاديري بتقول ان احنا معانا ايه. نخلي بالنا من الخطوات اللي احنا هنعملها عشان تطلع معانا بالظبط زي ما بنجيبها من هناك. طيب مقاديري بتقول ايه؟ بسم الله. تنزل معانا على الشاشه علشان نصورها ونكتبها مع بعض. مقاديرنا بتقول ان احنا عايزين كيلو بسبوسه، كوبايتين سمنه، ربع سميد بسبوسه كوبايه سميد بسبوسه او دقيق سمولينا، معايا كوبايتين سمنه، كوبايه جوز هند رزه اللي هو الناعم، معايا كمان كوبايه سكر، نص كوبايه عسل جلوكوز، ربع كيلو بندق قشر، بيتجاب كده اسمه بندق قشر، معانا 6 معالق كبار ميه. دول مقادير البسبوسه، مقادير الهريسه اسفه. طيب السيرب بتاعنا بيكون ايه؟ بيكون سيرب بارد، علشان الهريسه لما تطلع سخنه يتسقي بالسيرب على طول. السيرب بتاعنا عباره عن ايه؟ 4 كوبايات سكر، 2 كوبايات ميه، 2 كبار معالق عسل جلوكوز، وعصره ليمون. متهيألي اسهل من كده مفيش، مقاديرها سهله وبسيطه قوي. اهم حاجه بالنسبه لي الخطوات اللي تتعمل بيها علشان تدينا النتيجه اللي احنا عايزينها. طيب هنبدا بسم الله كده. عندي طاسه على النار هحط فيها 6 معالق ميه. بسم الله. يبقى 1 2 3 4 5 6، ادي 6 معالق ميه. على فكره الهريسه الدمياطي دي على طريقه حبيبتي الدمياطيه مرمر شومان،
يا ريت تكون هي سمعنا دلوقتي. احلى صباح عليك يا مرمر. وبنروح حاطين فيها في الست معالق ميه، بروح حاطه العسل الجلوكوز اللي هو النص كوبايه كده، وبنزله مع الميه وادوب بالراحه كده علشان يبقوا هما الاثنين خليط واحد، ما يبقاش فيه التكتلات بتاعت العسل دي ولا التقل بتاعه، لا يبقى هما الاثنين كده خليط واحد بالشكل ده كده. هبصوا ده خالص ازاي بالشكل ده، خلوا بالكم من الخطوات علشان تطلع معاكم مظبوطه. بصوا ما بقاش فيه اثر للعسل اهو. وصبح على ام مريم والله صباح الهنا. الو صباح الفل يا ام مريم. ام مريم طب حاولي تكلمينا مره تانية يا حبيبتي. بصوا كده دوبنا العسل، حتى بصوا اللي في المعلقه نزل خالص اهو بالشكل ده كده. دوبنا الست معالق ميه مع نص كوبايه عسل كلوكوز. طيب نشيل بقى كده من على النار ونشوف دلوقتي هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب بوله نحط فيها السكر مع جوز الهند كده، ونروح نازلين عليهم بالعسل كلوكوز والميه اللي احنا دوبناهم مع بعض كده خالص اهو. بالشكل ده كده خلطناهم كويس قوي سوا. نيجي بقى دلوقتي للعجان. وليه لازمة العجان، او لازم ليه نستخدم العجان؟ علشان لازم تتخلط مدة معينة عشان تديني سمك معين للخليط. هعمل كده بسم الله الرحمن الرحيم. ادي كيلو السميد، وانزل عليه بكوبايتين السمنة بالشكل ده كده، واخلطهم كويس مع بعض شوية. بسم الله. اتخلط السميد بالسمنة كويس قوي، وبعد كده اروح نازلة عليه بخليط السكر بجوز الهند بالعسل الكلوكوز والمية اللي احنا عملناه. وصبح على فاطمة وقول لها صباح الهنا. صباح الفل، عاملة ايه؟ الحمد لله. ازيك انت عاملة ايه؟ انا بخير حبيبتي، طول ما انت بخير ما تحرمش منك. شكرا على كل حاجة بتعمليها والله. حبيبتي شكرا ليكي لمتابعتك، تسلميلي يا رب. والله انا بحبك كتير جدا. ما تحرمش منك حبيبتي، ربنا يعزك. قوليلي عندك اي طلبات؟ عايزه عجينه الكريب. عيوني الاثنين حاضر، عندنا النهارده اقبال على عجينه الكريب. عيوني الاثنين يا فاطمه. ليك اي طلبات تانية؟ لك شكرا، نورتيني حبيبتي باتصالك، يومك كله خير وبركه ان شاء الله. بصوا بقى، بعد ما حطينا السميد مع السمنه خلطناهم كويس قوي مع بعض، وبعد كده حطينا عليهم خليط الجوز الهند الرزه مع عسل الكلوكوز اللي احنا دوبناه مع اربع مع ست معالق ميه مع السكر، حطيناهم مع بعض كده. وهشغل العجان شويه لحد ما اجي لسمك معين او ماسكه معينه هوريها لكم لازم نوصل ليها قبل ما نبدا ان احنا نفضي الهريسه بتاعتنا. بسم الله. واكلم رنا واقول لها صباح الفل يا رنا. الو
الو، صباح الفل. انا بحبك قوي يا شيخ نونة. تسلميلي حبيبتي، ما تحرمش منك يا رب، تسلميلي. قولي لي يا رنا، ممكن اطلب منك طلب؟ 10 طلبات حبيبتي، اموريني. عايزه طريقه عمل كيكه بالشوكولاته. عيوني الاثنين، حاضر. ليك اي طلبات تانية غير الكيكه بالشوكولاته؟ لا شكرا. تسلميلي حبيبتي، نورتيني. عيوني الاثنين. اكتبي اي عندي كل طلباتنا دي عشان نعملها لحبايبنا. بصوا كده، في واحنا بنكلم مع حبيبتنا، مسكت الخليط بتاعنا ولميته بين ايديا، لقيت ان هو مفرول. انا المفروض امسك الخليط بين ايديا يبقى متماسك. هفضل مشغله عليه العجان شويه كمان علشان لحد ما يوصل للخليط اللي احنا عايزينه. بسم الله. الخليط بتاعنا لو لقيناه ناشف بنعمل ايه؟ بجيب الميه بتاعتنا اهي، وبجيب معلقه واديها معلقتين ميه، وارجع اشغل تاني. لقيت ان هي لسه ناشفه معايا وهتاخد معايا وقت. بصوا انا بحط بالمعلقه، مش بحط بمقدار كبير. اصبح على كريم واقول له صباح الفل يا كريم. الو، صباح النور يا فندم. صباح الفل، عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم. يا رب دايما، ربنا يخليك. الله يخليك. عارفه استاذ حياتك ازاي، انا بحب الهريسه. بص، هي ما فيش حد ما بيحبش الهريسه، وخصوصا الدمياطيه بتبقى في منتهى الجمال. ربنا يخليك. تسلم. انا استاذنك بس تنزلي مقاديرها تاني. عيوني الاثنين، حاضر. ليك اي طلبات تانيه؟ حضرتك نورتني يا كريم. عيوني الاثنين، حاضر. تابعنا لاخر الحلقه وان شاء الله مقاديرنا هتنزل في اخر الحلقتين. عيوني الاثنين. بصوا انا قبل ما اكلم كريم حطيت ايه، لقيت ان الخليط بتاعنا ناشف، حطيت معلقتين ميه، وهرجع ان انا اخلط تاني لحد ما اوصل للخليط الماسكه اللي انا عايزها. بسم الله. شكل الخليط بتاعنا بيبان. بصوا، نيجي بقى نمسكه دلوقتي كده. بصوا، معلقتين الميه اللي انا حطيتهم ظبطت لنا الدنيا، مهما حركها ما بتفكش. طيب كده وصلنا للي احنا عايزينه. عايزه بقى ادهن الصينيه بتاعتي، يا بدهنها بسمنه يا بدهنها بمعلقتين، خليني لابسه الكلوفز عشان اعمل بيه، يا بندهنها بسمنه يا بندهنها بمعلقتين سيرب من اللي احنا عاملينه. ماشي حاضر، نطلع فاصل. هطلع فاصل، هنعمل ايه في الفاصل؟ البطاطا بتاعتنا شغاله عليها اهي، ماشي. يعني ممكن على ما نرجع من الفاصل 10 دقائق كده اهوت او اقل من 10 دقائق، واروح مطلعاها حطاها عامله لها الخليط اللي هو بتاع الدهان بتاعها بتاع الوش، واحطها في الفرن. نرجع من الفاصل اكون جبت السيرب او السمنه اللي هنعمل بيها، وندهن صينيتنا ونحط الهريسه بتاعتنا، ونشوف هنحط البندق بتاعها ازاي ونحطها في الفرن عشان لما تطلع نسقيها او تروحوا في اي حته. ومستنياكم بعد الفاصل. رجعت من الفاصل، عملنا ايه في الفاصل؟ طبعا الخليط بتاع الهريسه الدمياطي بتاعتنا كان تمام وزي الفل، وختبرناه ازاي؟ مسكناها وعملناها بين ايدينا كده، ما فرولتش في ايدينا، وحركناها وفضلت ماسكه زي ما هي. مسكت الصينيه بتاعتنا، دهنتها سمنه في الارضيه، ورحت حاطه الخليط بتاعنا ومسوياه بايدي، ورحت فرشه البندق. بصوا البندق ده، عشان انا ما جبتش بندق قشر، فالبندق ده اللي هو بتاعنا حمصناه، ورحنا مدينه جرشه يعني تكسيره كده بالمردانه، طلع بالشكل ده. بس المفروض الهريسه الدمياطي الاصليه بتتعمل ازاي؟ بتتعمل ببندق قشر، بيتجاب من عند بتوع المكسرات، اسمه كده بندق قشر بتاع الهريسه، بيتجاب بيبقى رقيق قوي، عامل زي الجوز الهند الدوفر كده، وبيتحط على الوش، وبيبداوا بيسووه بمعلقه، او بيجيبوا صينيه اصغر من الصينيه اللي هم عاملين فيها، وبيضغطوا ضغطه بسيطه كده علشان الوش كله يتساوى والبندق يدخل جوه الهريسه علشان ما يبقاش طالع. بصوا كده اهو، منها الوش يتساوى ومنها البندق كله يبقى مضغوط جوه الهريسه.
تمام كده. الهريسه الدمياطي بتاعتنا جاهزه، الفرن بتاعنا شغال على 180، نحطها لحد ما تاخد اللون الجميل بتاعها وتطلع سخنه تتسقي بالسيرب البارد. اما نشوف لما تطلع معانا يبقى شكلها عامل ازاي. عايزه قبل ما نبدا في المشبك الدمياطي عايزه اطلع البطايه بتاعتنا. بص بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. الفرن شغال عندي على 200، هي طبعا تعتبر مستويه وزي الفل. ليه؟ اولا سنها صغير زي ما قلت لكم، ثانيا اديناها صدمه حلوه علشان ما تاخدش معانا وقت في التسويه. نيجي كده بسم الله الرحمن الرحيم نطلعها. بسم الله بسم الله بسم الله. شكلها عامل ازاي ما شاء الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا التكتيفه، التكتيفه اللي احنا عاملينها لها مطلعاها بطه مظبوطه، ما تبقاش الشكل بتاعها مش حلو. طيب فاضل ان انا اعمل ايه دلوقتي؟ ان انا اجهز الدهان بتاعها. الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره 200، هعمل كده. عندي معلقتين الصلصه، سنه بسيطه من الزيت سندباد عشان يدينا التحميره بتاعتها، رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود مش كتير اهو، ثانيه واحده بس اطفي ده احسن، النار فظيعه. طيب واروح حط عليهم معلقتين العسل الاسود، الصلصه مع العسل الاسود بيدينا تعادل في الطعم، عشان بس ما حدش، في ناس كتير قوي ما بتحبش الحاجات اللي هي المسكره، فما تحطوش في دماغكم ان هي هتبقى مسكره او معسله، لا الصلصه هتعدل الطعم مع العسل الاسود اللي حطيناه. ما نكترش الزيت عشان التتبيله بتاعتنا ما تتزحلقش من على البطايه، او حتى لو فرخه بندهنها ما تتزحلقش منها بالشكل ده كده. وابدا ادهن البطايه بتاعتنا. انا هلبس جوانتي عشان هعمل حركه بصباعي بعد ما ادهن البطايه بالفرشه. بسم الله كده هعمل كده. بصوا انا عايزه كمان اعمل حاجه، الخله اللي عملناها اهي اللي كنا قافلين بيها البطايه هي كده خلاص لمت اصلا كلها على بعضها، واعمل كده كده. عايزه بعد ما ما تعمليها تحمريها في السمن ماشي، لكن انا بحب شكلها كده احلى كده. ندهنها من كل ناحيه. ريحتها في منتهى الجمال. اتقل الدهان شويه علشان لما تدخل الفرن تديني شكل حلو. بصوا كده بعد ما خلصت دهنها بالفرشه ودهنه تقيله زي ما احنا ما عاملينها كده، باجي بصباعي واروح عامله كده. التجزيعات اللي انا عملتها بالصباع دي او المربعات دي هتشوفوا لما تطلع من الفرن هيكون شكلها عامل ازاي لما تتحمر معانا. الفرن بتاعنا شغال على 200، البطايه بتاعتنا مستويه يا دوب تاخد اللون والتشميعه الحلوه اللي احنا عايزينها. بسم الله. بس كده نسيبها بقى تاخد اللون الحلو اللي احنا عايزينه والهريسه بتاعتنا الدمياطي في الفرن الناحيه الثانيه. ونيجي بقى دلوقتي نعمل المشبك الدمياطي باسهل طريقه علشان كلنا نعمله في البيت ما نشتريهوش بعد كده من بره. طيب المقادير بتاعتنا سهله وبسيطه جدا، تحسوا ان هي شبيهه شويه بمقادير الزلابيه، شبيهه شويه بمقادير الزلابيه. عايزه بوله
وخلوا بالكم البوله تكون اكبر كبيره شويه، او ان هي تكون الطبق اللي هنعمل فيه يكون اكبر شويه علشان هتخمر، فما نعملهاش في حاجه صغيره ولما نسيبها تخمر نلاقيها طلعت بره البوله اللي احنا عايزينها. طيب مقادير المشبك هتنزل معانا على الشاشه، ومقاديري بتقول ان احنا معانا كوبايه دقيق، كوبايه نشا الا معلقه، المقادير اللي على الشاشه لو سمحتوا تتعدل. في ناس مش هتشوف الحلقه وهتاخد الصوره بس وهتنسى حته ان احنا نشيل منها معلقه. تسلمي لي. كوبايه دقيق، كوبايه زيها نفس الكوبايه اللي هنعاير بيها الدقيق هي اللي هنعاير بيها النشا، بس بعد ما نعاير كوبايه النشا نروح واخدين منها معلقه كبيره وشايلينها. طيب ميه دافيه للعجل، ومش هنقول قد ايه علشان بس ايه من دقيق لدقيق بيختلف، اهم حاجه ان انا هوريكم القوام اللي احنا عايزين نوصله. معايا معلقه صغيره خميره، معلقتين كبار ميه زهر، زيت سندباد غزير عشان الاليه، رشه ملح. السيرب بتاعنا بقى عباره عن ايه؟ السيرب بتاعنا للمشبك مختلف، علشان يطلع المشبك زي بتاع دمياط بالظبط والعسل اللي هو بيبقى ماسك فيه كده وملزق ومش مسكر والكلام ده كله، هنستخدم له ايه؟ مقادير السيرب بتاعتنا. بسم الله. كوبايتين سكر، تلات ارباع كوبايه ميه، نص كوبايه عسل ابيض، ورشه ملح ليمون. يغلوا على النار، رشه الملح ليمون بتتحط في الاخر. هوريكم سمك العسل لما يدخل لنا هيبقى عامل ازاي، زي اللي بنجيبه من بره بالظبط. طيب موضوع الاليه، انا عندي طاستين او 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 حلتين، او اهم حاجه تكون حاجه غويطه يعني، تمام؟ واحده على نار هاديه خالص والتانيه على نار عاليه، وهنملى هنا زيت. بسم الله. معنى كده ان احنا عندنا طاستين او حلتين او وكين، معنى كده ان المشبك بيتقلي على مرحلتين. المشبك بيتقلي على مرحلتين عشان يطلع لونه فاتح وابيض زي اللي بنجيبه من بره بالظبط. بسم الله. طاسه عليها زيت نار سخنه قوي علشان يشد لنا العجينه مره واحده وتتشكل، ومجرد ما بتتشكل ونبدا ان احنا نمسكها نروح مطلعينها وحاطينها في الزيت الهادي علشان يكمل تسويته على نار هاديه. اهم حاجه يكون الزيت غزير، ما يبقاش قليل علشان ما تضطريش ان انت ترجعي تشيلي وتحطي تاني. طيب هسيبهم على النار. نيجي بقى دلوقتي للمقادير بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي كوبايه الدقيق، وادي كوبايه الا معلقه من النشا، وادي الخميره، تمام. ناقص ايه؟ ناقص، بسم الله الرحمن الرحيم، ناقص ايه؟ رشه الملح بتاعتنا، وبعد ما اعجن خالص هروح حاطه رشه الملح اهي، واروح حاطه ميه الزهر. طيب الميه بتاعتنا لازم تكون دافيه، ما تبقاش ولا سخنه ولا من الحنفيه. ادي ميه سخنه من الكاتل، اروح مزوده عليها ميه من الحنفيه عشان يبقى عندي ميه دافيه. ميه سخنه من الكاتل عليها ميه من الحنفيه عشان يبقى عندي ميه دافيه. المقدار اللي هحطه قد ايه لسه مش عارفه، على حسب ما يسحب مني الدقيق. هعمل كده، بسم الله، حبه اهم، وابدا اخلط كده. ادي ميه الزهر، طعم المشبك الدمياطي وريحته تحسوا ان هو يعني غالب عليه ميه الزهر كده، واخلط بالشكل ده كده. اخد كل اللي في الجوانب عشان ما يبقاش فيه حاجه معموله كده. ازود ميه، وادوب كويس قوي، حاجه كده شبيهه بالخليط بتاع لقمه القاضي. هنزل كل اللي في الجناب عشان ابقى ضامنه ان المقدار بتاعي صح. ريحه ميه الزهر في منتهى الجمال، فعلا كده تحسوا ان انتوا فعلا بتعملوا مشبك. نخلط كويس قوي، انا مش عايزه اي تكتلات في الخليط بتاعنا. ضمنت ان هو اتحمل. بصوا الخليط عامل ازاي، ادي السمك بتاعه اللي انا عايزاه، تمام كده. بس ضمنت ان هو اتدوب خالص. كل اللي هعمله دلوقتي ايه؟ اروح لفاه استريتش واروح حطاه في مكان دافي لحد ما يخمر معايا، يخمر ويطلع لي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت. طيب
انا هشكل ازاي دلوقتي تشكيله المشبك اللي احنا بنجيبه. عندي هقول الطريقه ونطلع فاصل واصبه في الفاصل. عندي طريقتين، يا اما حاجه زي كده وبتتباع في اسواق اللي بتبيع بلاستيك او اللي هي بيتحط فيها الكاتشب والمستردة والمايونيز، تمام، اللي هي الصفراء او الحمراء، يا اما مطلعين جديد شفاف كده حلو قوي. طيب انا مش عايزه اعمل دي وما عنديش وقت ان انا انزل اجيب، وعايزه اعمل مشبك وعندي حاجته كلها واقفه على دي، مفيش اي مشكله. ازازه ميه من بتوعنا اللي هم الصغيرين اللي هي المعدنيه دي، بنخرم الغطاء بتاعها زي ما خرمناه وعملنا بيه القطايف، بنخرمها بس الخرم بتاعها يكون اوسع شويه. سخني مسمار، سخني حرف شوكه، سخني عود خله زي ما انا ما عملت، واخرمي الغطاء لجوه لجوه علشان الوش بتاعه يبقى متساوي. وبتعبي بعد كده الخليط بتاعها بقمح في الازازه، ولما نرجع من الفاصل هنشوف هنشكل ازاي في الزيت السخن ونرجع نحطه في الزيت البارد عشان يدينا الشكل اللي احنا عايزينه. الهريسه بتاعتنا تعالوا نبص عليها ما شاء الله عليها وريحتها هايله. بطايه الناحيه الثانيه، البطايه الدمياطي بالمرطه في الفرن الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم، في الفرن الثاني. ونرجع من الفاصل نكمل احلى حلقه دمياطيه وتروحوا في اي حته ومستنيكم. رجعنا من الفاصل، طلعنا البطايه الحلوه الجميله بتاعتنا وصحتين وعافيه على قلبكم يا رب. بصوا العسل بتاع المشبك، بصوا عامل ازاي، ده تقل العسل اللي احنا عايزينه. طيب تمام، حطينا الخليط بتاعنا في الازازه بتاعتنا دي، ده الزيت السخن قوي وده اللي هو على نار هاديه خالص. هنبدا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى، بصوا عشان لازم الزيت السخن ايه، لمجرد العجينه بتاعتنا ما تنزل يتشكل على طول. بسم الله، حجم القرص بيرجع لك انت واللي انت عايزاه. بصي في نفس المكان كده اهو، بصوا بتحسوا ان هو بدا ياخد لون، اروح عامله كده. بص هو خلاص اتشكل معايا اهو، اروح عامله كده والتاني اتشكل معايا واشيل كده واروح نازله هنا. الزيت التاني برضو سخن بس على الهادي كده، تمام. نجي تاني، بسم الله الرحمن الرحيم. والمفروض دي تكون ادخن من كده شويه، الخرم بتاع الازازه يكون ادخن من كده شويه. بصوا عايزه تكبري بقى، ترجعي اهو، تمام. تاني بصي بتبداي من جوه لبره، بصي عشان بس يتشكل، وبعدين ترجعي عشان تقفلي. عايزين نطلع الهريسه اللي في الفرن على ما المشبك بتاعنا يتزبط بالشكل ده كده. يعني هو متهيالي الزيت التاني اللي احنا حاطينه سخن برضو، درجه حرارته مش اللي هو سخن قوي، فمطلعه لي مظبوط لان هو رقيق خالص اهو. بصوا بقى مش معانا بالشكل ده، بسم الله. نطلع الهريسه ونسقي العسل بتاعها، تعالوا نطلع الهريسة بسرعة كده، بسم الله الرحمن الرحيم.
هي كده لونها بقى في منتهى الجمال، ريحتها مش قادره اقول لكم. بسم الله. اول ما تطلع نروح صابين. بسم الله. نسيبها تتشرب. وما يطلع المشبك نبدأ ان احنا نحط عليه العسل التقيل بتاعه. ودي كانت حلقتنا النهاردة، حلقة دمياطية، احلى تحية لأحلى دمايطة في الدنيا كلها. حاضر. احلى تحية لأحلى دمايطة في الدنيا كلها، صباح الهنا عليهم. في الكنترول حازم بيقول لي تقلي المشبك شويه عشان يبقى تخين بالشكل ده كده. ده كده اللي بيتباع عند الحلوانيه، طبعا مش اللي هو المشبك اللي بيتباع اللي احنا نقول ايه لا ده احنا رايحين دمياط لازم نجيب مشبك، اللي هو القرص بيبقى تخين وتقيل خالص كده بالشكل ده اهو، مجرد ما يمسك نفسه خلاص تمام. دي كانت حلقتنا النهارده من الاكل الدمياطي. عملنا بط بالمرتة، عملنا الهريسه الدمياطي على اصولها، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. عملنا كمان المشبك الدمياطي بس اللي هو بتاع الحلوانيه مش اللي هو بتاع اهل دمياط. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم ونالت رضاكم. اسيبكم للنهارده لبكره في حلقه جديده مع محافظه جديده ويعالم بقى بكره عندنا محافظه ايه. محافظة تقيلة وأكلاتها كمان تقيلة وممتازة في منتهى الجمال. هسيبكم فكروا كده من النهاردة لبكرة يا ترى هنعمل ايه بكرة. هسيبكم في حفظ الله وأقول لكم السلام عليكم.